معكم مستمعينا على أحلى إذاعة بزاز جاف أم. بدي أحكي لكم مع كل عملية تحويل ويستر يونيون بتعملوها من السادات والهندي للصرافة رح تحصلوا على فرصة ربح ليرات ذهب وجبات KFC من خلال قسيمة أقشط وإربح. هن موجودين بخلدة صوفية مكيمول مرج الحمام أبو علندة هاشمي الشمالي حي نزال النزهة ماركة حطين وجبل النصر. طبعا إحنا مستمرين باستقبال رسائلكم بموضوعنا شو آخر فيلم عربي حضرتوه وحبيتوه. هنا عنا صديقنا أحمد بن نابلس تحياتنا لإلك عم بيحكي فيلم من أجل زيكو فيه رسالة حلوة بوصلها للناس وهنا زومبي على جنبي بصراحة فيلم ناري قديم شوي بس حلو. هاي من صديقنا توفيق ورح نسمع كمان مجموعة من الرسائل الصوتية على 0788-593-593. مساء الخير يا جماعة كيفكم شو أخباركم مرة تانية عن جد يعني أنتوا اللي بتخففوا لنا أزمات هالطرق في عمان. هلأ بخصوص الأفلام العربي صراحة آخر فيلم عربي أنا حضرته في السينما كان طير أنت زمان كتير بعرف بس بصراحة في كتير من الممثلين العرب اللي أدهشونا وفعلا انبسطونا في أدوارهم في أفلام هوليوود مثل خالد أبو النجا مثل رامي مالك مثل مثلا غسان مسعود في دوره في Kingdom of Heaven يعني كان دور رائع لما مثل أو لعب دور صلاح الدين. فسواء كانت أفلام عربية بمستوى عالي أو ممثلين عرب بمستوى عالي عالمي يس يعني إشي بيخلينا كتير كتير فخورين. بدي أحكي على موضوع الممثلين اللي عم بيروحوا على هوليوود بيمثلوا مثل رامي مالك وممثل جديد يعتبر نوعا ما بس فعليا مبدع بأدائه بالتمثيل. حضرت له فيلم كم من فيلم حتى حضرت له طريقته بالتمثيل يعني فظيع جدا. فهو هون عن جد الواحد بيفتخر يعني إنه لا إحنا في 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 طاقات عربية مهمة يعني مش لازم نستخف بحالنا يعني ولكن بدك مين يتحلهم هذا المجال لأنهم يطلعوا على الشاشة الكبيرة يعني. أحلى إذاعة يا مزاج.